وحول الأوضاع في غزة ينضم معنا من القدس رئيس مركز الدراسات المستقبلية الدكتور أحمد رفيق عوض، مرحبا بك. مع تصريحات نتنياهو بعزم قواته على المضي في حرب لحين انهاء حماس بشكل كامل، هل يمكن تفسير بأنه تقويض لهذه المبادرة يعني متحملة أيضا لتجديد هذه الهدنة من جديد؟ لا اعتقد انه الهدنه، هناك كلام عن الهدنه بعد ليله امس بعد المواقف التي عبرت عنها حركه حماس بالقول انه لا امكانيه لتبادل الاسرى الا بعد وقف الحرب كليا وتحت معادله الكل مقابل الكل، وايضا كلام نتنياهو وزير حربه كلنا على انفراد بالقول انه الحرب عادت لاهدافها المعلنه اللي هي تجريد حماس من اسلحتها واضعافها ونزع التطرف والسيطرة على قطاع غزة أمنيا، ورغم أنه هناك يعني غموض في هذه الأهداف وتغيرها من مكان إلى آخر ومن لحظة إلى أخرى، ولكن إسرائيل عمليا بهذا الذي تعلنه دائما وهذا الذي تقوله، وعودتها للحرب بقرار معد سلفا وأيضا بتصريح كلي وعلني ايضا من الاداره الامريكيه وحتى الاطلسي، بالتالي الان ليس هناك كلام عن هدن بعد انكسار الهدنه السابقه لاختلاف على معايير اطلاق الاسرى، لذلك نحن الكل يريد ان يحتكم الى الميدان للحسم باي اتجاه كان. نعم، طيب دكتور، بالأمس أكد مسؤول في واشنطن يعني بلينكين وأصلا أنهم حثوا تل أبيب على السعي لتقليل الخسائر بالنسبة إلى المدنيين في غزة، يعني كيف نفسر عدم استجابة إسرائيل للمطالب الأمريكية بهذا الشأن؟ لأنه الخطاب الأمريكي خطاب متناقض وده يدعو للسخرية حقيقة، ويتحدث بلغتين مختلفتين، واحدة للجمهور الأمريكي وربما للحلفاء وربما للعالم، وواحدة أخرى لغة أخرى لإسرائيل، يعني شوف التناقض والخطاب الداعي للسخرية إنه خفضوا عدد القتلى، يعني قتلوا ولكن خفضوا العدد، لكن وانتم تقتلوا اسمحوا للمساعدات الإنسانية أن تمر. شو هذا الكلام؟ يعني هذا كلام في يعني البيت الابيض لاسباب الازمه اللي وصل لها مع جمهوره مع حتى مع موظفيه في البيت الابيض نفسه في وزاره الخارجيه، هناك كلام هناك انتقاد بالاضافه انه الشارع الامريكي واضح انه شارع مبادر جدا جدا، اذا بالتالي الكلام هذا كلام يعني متناقض، ولكن بعيدا عن التناقض احنا نرى اللغه او الموقف الامريكي على الميدان، الميدان يقول انه اسرائيل تقتل كل الناس بدون ما تهتم لا بالمدنيين ولا بتخفض عدد المدنيين ولا بالقانون الدولي وغير بالقانون الدولي، واللي قاله اوستن انه يجب عدم يعني تخفيض عدد المدنيين وعدم المس بهم لانه ضرر اخلاقيه وضرر استراتيجي، هذا كلام اسرائيل تترجمه بطريقه انت ترينه انه في 24 ساعه كان هناك 700 شهيد 700 شهيد في خلال 24 ساعه، هذا الترجمه الحرفيه للي بيقوله امريكا عندما تنتقد اسرائيل ليس هناك عقوبات وليس هناك يعني محاصره ولا اي عقوبه، بالتالي ما تقوله امريكا بعد كلام عادي زي اي كلام اخر، وبالتالي اسرائيل يعني تتجاوزه او تفسره على طريقتها. نعم، طيب دكتور، هذا بالنسبة إلى الموقف الأمريكي، لكن يوم أمس أيضا خرج تظاهرات في تل أبيب أيضا بشكل صريح وواضح لحكومة نتنياهو، ما مدى خطورة هذه التظاهرات التي تتزايد يعني الداخلية لحكومة نتنياهو؟ هل ستكون هذه التظاهرات قادرة على إزاحة نتنياهو؟ هذه تظاهرات مهمة وضاغطة أكيد، ولكن يبدو أنه نتنياهو حس انه تخلص من الضغط الشعبي بعد ما حرر بالمفاوضات مش بالحرب، يعني الوهم اللي ساقه لاسرائيل انه هو بالقوه انتزع الاسرى، لا مش بالقوه، بالتفاوض. على كل اللي هو عمليا يعني يعتقد انه تخلص من او تحرر الى حد كبير من الضغط الشارع الاسرائيلي وحتى من الامريكان بعد انه تم افراج عن حوالي 90 أسيرة وطفل إسرائيلي وأجنبي، وبالتالي من بارح بكى نتنياهو كثير واضح قال إحنا بنحكمش بحسب استطاعة الرأي، عمليا هو يقول أنه لا يحكم حسب المزاج الرأي، هو يحكم لأنه مخول بالحكم،
هذا يعني انه اسرائيل لن تلتفت كثيرا الى ضغط الشارع الاسرائيلي بسبب الأسرى، لانه اصلا اسرائيل هذه الحكومه اقصد لا تريد ان تعطي حماس ورقه مساومه بالأسرى ولا انها تبتزها بالأسرى، ولهذا السبب هي تعود الى الضغط العسكري اللي كما ترون خلال 24 ساعه هناك 700 شهيد. لانه اسرائيل منذ بدايه الحرب على فكره قالت انها لا تهتم بالأسرى واعطت احساس انها لا تريد ان تهتم بالأسرى باعتبار ان الحرب ثقيله ولها ثمن والى اخره، ولكن الضغط الشعبي والضغط الاداره الامريكيه هو اللي ادى الى ما ادى اليه، ولكن هذه الحكومه لا تهتم بمساله الأسرى. ومش بس هيك، وهي فعلت وتفعل قانون حني بعل اللي بيكون نص على قتل الأسر والمأسور. بالتالي ما أعتقد أنه سيكون هناك ضغط كبير على هذه الحكومة، خاصة أنه هذه الحكومة مأزومة لأسباب كثيرة وما عندهاش وقت أصلا، لأنه الآن المتاح لها زمنيا قليل جدا. ولهذا السبب أنت ترين هذا التوحش الشديد في القص على قطاع غزة والضغط على الخاصرة المدنية في قطاع غزة من أجل أن تستسلم حماس. طبعا الجملة الأخيرة، اسرائيل واضح انها ما بتفهمش الشخصيه العرب هنا، بمعنى انه بعد كل هذا الدمار وكل هذا الموت وكل هذا الدم لا يمكن للفلسطينيين ان يستسلموا على الاطلاق. طيب دكتور، بسؤال اخير، يعني اتوقعت لن تشير الى استمرار اسرائيل بهذه الحرب حتى وتوسيعها ايضا جنوبا في القطاع، يعني ما هو السيناريو اليوم المتوقع في حال اشتداد هذه المعارك؟ هو احنا يعني سيدتي للاسف يعني وارجو ان اكون مخطئا، نحن باتجاه الحسم الى حد كبير، واسرائيل واضح انها مستعده لارتكاب مجازر ومذابح من اجل ان تحصل على نتائج، من اجل ان تحقق انجاز ما عسكري او غير عسكري او سياسي، ولانها لم تحقق ذلك خلال 56 يوم، وبالتالي هي عمليا تريد ان تسرع في هذه المهمة القذرة التي تقوم بها، لأنه خاصة الإدارة الأمريكية لم تعطيها كل الوقت وقال أنه ممكن جدا لآخر السنة هاي، يعني بنحكي عن شهر إن شاء الله أقل بإذن الله تعالى، ولكن إسرائيل تتعجل الأمر، تتعجل الحسم، وهي تلقي بكل حممها على قطاع غزة. لمرة أخرى هناك سيناريوهين، إما أنه المقاومة تنكسر وهذا الأمر يعني مش متوقع خاصة بعد 56 يوم وهي صامدة أمام هذا العتو وهذا الظلم، أو أنه المقاومة تبقى وعندئذ تصمد، مجرد تصمد، لأن القوي إذا لم يحقق أهدافه فقد انكسر، والضعيف إذا بقي وإذا صمد فهو انتصر. عمليا إذا بقيت المقاومة وانتصرت وبقي على الأقل، نحن أمام سيناريو آخر. لهذا السبب نحن نتوقع إن شاء الله غلطانين في توقعنا أنه نحن ذاهبون ربما إلى الأسوأ. نعم، الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية من جامعة القدس، شكرا جزيلا لك.